هنعمل مع بعض دلوقتي رافيولي بالصلصه الحمراء والريحان. الوصفه بتاعتنا علشان نعملها عايزين نعمل العجينه. العجينه بتاعتنا عباره عن مقدار صغير، كوبايه دقيق، بيضه، معلقتين كبار ميه، معلقه كبيره زيت زيتون ورشه ملح، والحشوه ربع كيلو لحمه مفرومه، بصله، معلقه كبيره زبده، ملح وفلفل، رشه جوزه الطيب. الصلصه الحمراء عباره عن معلقه زبده، معلقه زيت زيتون، نص كيلو طماطم مقشره ومفرومه، معلقه كبيره صلصه طماطم، ونص كوب كريمه وريحان طازه. خلينا نعمل الصوص بس علشان خاطر اللحمه الطماطم تبتدي شويه تطرى. فعلشان نعملها عايزين الاتي: شويه زبده وشويه زيت زيتون، عايزين الطماطم اللي عندنا اللي هي متقطعه صغير قوي قوي قوي، انا عايزه كده قوام الطماطم يبقى موجود شويه، بس طبعا لو عايزين تعصروها برضو ممكن. هنحط معاها شويه صلصه، هنقلب كده، وهحط عليها شويه ملح، شويه فلفل، وممكن تحطوا كمان رشه من جوزه الطيب. وهنغطي الكلام ده كله ونخليه بعد ما نحط له بس شويه ميه صغيرين، نخليه على النار لغايه ما الصوص بتاعتنا تتسبك تماما. خليها بقى كده على النار، هنغطيها. تعالوا نعمل العجينه مع بعض. العجينه بتاعتنا علشان نعملها عايزين الاتي: عايزين الدقيق بتاعنا اهو هنحطه كده هنا، نعمل كده زي حفرة في النص، الحفرة دي هنحط فيها البيضة، هنحط فيها زيت الزيتون، وهنبتدي نخلط الكلام ده كله مع بعض، وممكن نحط كمان بس رشة من الملح. هنبتدي نخلط الكلام ده، هنبتدي نضيف شوية مية، او لو عايزين تضيفوا برضو بيض بتقدروا تضيفوا بيض لغاية ما العجينة تتماسك عندكم. عايزين نقطة مية كمان، وزي ما قلنا ممكن بدل المية تحطوا كمان بيض، لانه حسب البيضة صغيرة كبيرة بتفرق، يعني النقطة بتفرق في العجن كده. تمام اهي، هاخدها بقى دلوقتي. انا بحب اسيبها ترتاح تقريبا نص ساعة كده قبل ما اشتغل فيها، بس انتوا يعني زي ما تحبوا. اهي هخليها بقى كده وهنقدر نبتدي نشتغل فيها على طول. طيب احنا علشان نكسب وقت، شوفوا عندنا هنا مية مغلية، هنحط فيها بس شوية ملح، وهناخد الرافيولي اللي عملناه اللي انا دلوقتي هعمله معاكم حالا، هحطه بس يتسلق 3 دقايق بس في النار لغاية ما نخلص اللي احنا بنعمله. هنفرد دلوقتي العجينه بتاعتنا بالنشابه. شوفوا العجينه ازاي مرتاحه ولطيفه وجامده كده، ماسكه نفسها اهو. هناخد دلوقتي سكينه هنسوي بس الاطراف، ودي طبعا بنرجع نستعملهم تاني كده. طبعا بقى ده بيتوقف حسب الحجم اللي انتوا عايزينه. طبعا انا عامله واحده صغننه، يعني هي دي بتتعمل قد كده بتبقى، بس انا بقى عشان بعمل لكم واحده صغيره علشان تشوفوا قد ايه بتبقى الشكل، يعني بيتعمل ازاي. في ناس بيتنوها كده كده، انا ما بحبش اتنيها، انا بحبها تبقى مزخرفه من كل ناحيه. هناخد دلوقتي الحشوه بتاعتنا، واللي هي زي ما اتفقنا بتقدروا تحشوها باي حاجه. انا هنا معصاجه لحمه وحط لها شويه ملح وفلفل ورشه من جوزه الطيب. هناخد دلوقتي اللحمه بتاعتنا وهنحطها كده هنا بالشكل ده كده كده وكده. نبل العجينه بتاعتنا علشان تلزق على بعضها كويس قوي. شوفوا بقى هنلزق فين، تعالوا هنلزق كل حته في العجينه باينه، يعني هلزق كده كده وكده، لان انا عايزاها تلزق من هنا والاطراف هنا وكمان هنا. تمام، هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد العجينه بتاعتنا دي هنحطها كده هنا
اوكي، وهعمل كده وكده وكده. هنقطع كده الاطراف، بس ناخد بالنا ان احنا ما نقطعش الحته الملزوقه ونكشف العجينه. بصوا كده تمام. احنا فين؟ احنا هنا. اهي شايفين؟ خلاص دي بقى بنقدر ناخدها نحطها في صينيه كلها شويه دقيق، وبعدين بقى ندخلها الفريزر بس تجمد. بناخدها وبنحطها في اكياس وبنشيلها في الفريزر لغايه ما نعوز نستعملها، وبعدين نطلعها بقى ونحطها في الميه ونمشي على نفس الخطوات اللي احنا عملناها دلوقتي. احنا الرافيولي بتاعنا ده كده جهز، هناخده ونحطه. هناخد دلوقتي الصوص اللي عندنا، هنحط لها شويه كريمه، نحط لها شوية ريحان فريش، وكده تبقى الصوص بتاعتنا عايزة بس غلوتين كده، وناخدها نحطها على الرافيولي بتاعنا اللي باللحمة المفرومة.